جديد، قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنها قامت باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على مصداقية شهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة باعتبارها أحد مستندات التصدير. وأضافت أنه عند شراء شهادات المنشأ من أي فرع من فروعها يجب أن يتم ذلك بناء على وحدة البيع للشهادات، وهي دفتر للاتفاقيات التجارية المختلفة منها جامعة الدول العربية والشراكة الأوروبية والاتفاق الثنائي. وأشارت أيضا الهيئة إلى أنه لابد أيضا عند شراء شهادات المنشأ أن يتم تقديم طلب الشركة المصدرة وعلى ورقة من مطبوعاتها ومصدق عليه بصحة التوقيع من البنك على توقيع المدير المسؤول. مهندس إسماعيل جابر معنا على الهاتف، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. أهلا بك مهندس إسماعيل. يبدو أنه في يعني حدث شيء ما جعلكم تأخذون أو تتخذون إجراءات جديدة، ما الذي حدث بداية فيما يخص شهادة المنشأ؟ بداية أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين والمستمعين. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي وشرحتي إن الآلية اللي احنا اقترحناها كان لها أسباب. من هذه الأسباب إن شهادة المنشأ أساسا شهادة ذات قيمة، يعني الجهة المصدرة بتستفيد من قيمة أو من أفضلية في التصدير بمنحها للمصدر في دولة الاتفاقيات، بمعنى أن هذه الشهادة تم إقرارها ما بين دول الاتفاقيات زي ما حضرتك تفضلتي، وبالتالي المصدر الذي يقدم هذه الشهادة إلى البلد المستورد اللي هو مصدر إليه بيحصل على أفضلية، أصبح بقيمة هذه الشهادات ذات قيمة. طيب إيه اللي حصل في الفترة أو الأونة الأخيرة؟ تلاحظ أن كثير من الدول بتبعت التحقق من هذه الشهادات لعدم مصداقيتها أو لأنها متشككة في مصدرها أو في أسلوب والشكل العام أو في عدم احتوائها على حقول معينة، وبالتالي زادت هذه العملية في التحقق من هذه الدول. بالإضافة إلى كده تم اكتشاف حالات غير قليلة من التزوير لهذه الشهادات وحصول بعض الناس على مزايا تفضيلية دون وجهها، وده ممكن يعني عندنا حالات كتيرة منها، وبالتالي تم وضع ضوابط ان اي شركة تحتاج انها تصدر بطبقا لدول الاتفاقيات المعنية بتحصل على دفتر، هذا الدفتر مرقم فيتم تسجيله بارقام مسلسلة لهذه الشركة. لما هذه الشركة تتقدم لإرسال رسالة تصدر رسالة الى اي دولة ما، يجب ان تقدم من ضمن مستنداتها زي ما بتخرج فاتورة وباكنج ليست وكل الوثائق تستصدر ايضا شهادة المنشأ من هذه الشركة نفسها. اما انها تسيبها الى مستخلص او الى اصحاب ليسوا اصحاب شأن انهم يتولوا هذا العمل، ده بيؤدي الى تسرب هذه الشهادات والوقوع في اشتباه بالتزوير او عدم المصداقية ما بيننا وبين الدول وبيننا وبين الشركات نفسها، اللي في شركات نفسها تضررت من هذا العمل ان استغل اسمائها، لان الورق ده يعتبر بيردوا لأي أشخاص غير مأمونين، وبالتالي ممكن أنه يصدر باسم هذه الشركة ويحصل على هذه الأفضلية، وبالتالي عزيز. هذا النظام هيحقق إن شاء الله أن مجتمع المصدرين هيبقى متأكد الرسائل اللي هو بيصدرها بأرقام مسلسلة من شهادة المنشأ، ويحصل بالتأكيد على الميزة التفضيلية المطلوبة من هذا البلد. نعم، وضحت الصورة طبعا. بشكرك شكرا جزيلا المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كنت معنا عبر الهاتف.